Thank you.
حاضرين على ارض الملعب مجمع البترول الجزائري. شاهدنا طبعا انا الشوط الاول متقدم 25-6 وهو مرشح للوصول الى الدور نصف نهائي كما فعل نادي سبورتينج المصري على حساب الاهلي البحريني، وكذلك نادي الصفاقس التونسي على نادي دير أسال الاردني. مجمع البترولي بضم خيرة لاعبين المنتخب الجزائري للكرة الطائرة للسيدات ويوما ما كانوا حاضرين بكأس العالم في اليابان على حساب فريق جامعة نورة السعودي. جانب طبعا من الحضور مخرج اللقاء فريق العمل عم بيعطينا كل الحاضرين في هالقاعة، نقولهم يعطيكم ألف عافية على هذا الجهود لكل شخص يسعى لإنجاح البطولة وخروجها بشكل مميز كما عهدناها. إذن الفريقين صاروا حاضرين على أرض الملعب ببداية أحداث الشوط الثاني من هالمباراة. المجمع البترولي الجزائري بالقمصان البرتقالية، فريق جامعة نورة السعودي بالقمصان الزرقاء. في هذه الأثناء أيضا نشاهد الحكام، الحكم الأول محمد أمين عز الدين من تونس، الحكم الثاني باسل الشباب من الأردن، وأيضا سعادة يوسف الملا رئيس الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة عم بيكون حاضر على أرض الملعب لمتابعة المباريات. بالوقت اللي فيه راح يكون الارسال عند فريق المجمع البترولي الجزائري عن طريق دلال عاشور، راح تكون على الارسال دلال عاشور. شوط اذا مقابل لا شيء 25-6 ودلال عاشور على الارسال. ما راح يفرق كثير الشوط الثاني ولا حتى الثالث من هالمباراه. فريق المجمع البترولي الجزائري على الارسال، دلال مروه عاشور تاتي باول ايس، اول ارسال مباشر في المباراه. قالت مشكله فريق جامعة نورة السعودي أو حتى شاهدنا اليوم الأهلي البحريني وحتى بعض الأحيان دير أسال الأردني عندهم مشاكل على مستوى الاستقبال واللمسة الأولى اللي عاملة لهم كل المشاكل. نقطة مقابل لا شيء، وهنا نقطتين مقابل لا شيء دائما لفريق المجمع البترولي الجزائري. لما نتحدث عن مشاهدي الكرام عن فريق المجمع البترولي الجزائري، نتحدث عن فريق بيسيطر على الألعاب الجماعية هناك في الجزائر، من أهم الفرق على مستوى الألعاب الجماعية في الجزائر فريق المجمع البترولي. نقطتين مقابل شيء، فريق جامعة نورة بيحاول الآن يكسب أول نقطة بالشوط الثاني. محاولة الكرة السريعة إلى خارج أرض الملعب، هالكرة ضاعت الكرة على سارة بن حسين. نقطة مقابل نقطتين حاليا، سارة بن حسين تضيع الكرة. تعليمات تأتي من مدرب فريق المجمع البترولي الجزائري. بعد هالمباراة حيكون عندنا المباراة الأخيرة في الدورة ربع النهائي اللي تجمع الوصل مع الشارقة، وهنا إرسال استقبال جيد لفريق مجمع البترول الجزائري وكرة والهجوم من مركز ستة. دلال مروة عاشور تأتي بكرة من مركز ستة بالوقت اللي زميلتها نسرين خلوجة مروان على الإرسال. ثلاث نقاط مقابل نقطة، فريق المجمع البترولي على فريق جامعة نورة السعودي المتصدر للمجموعة وفي الدور الأول أمام فريق احتل المركز الأخير في مجموعته. نقاط مقابل نقطة، الفرق المرشحة قلت للوصول لدور النصف النهائي، اللقاء اللي بيجمع الشارقة والوصل حظوظ تبدو لمصلحة الشارقة نوعا ما. فريق الصفاقس التونسي عبر على حساب ديلا سال الأردني، كذلك سبورتينج المصري حجز تذكرته في الدور النصف النهائي على حساب الأهلي البحريني. وحاليا مسألة وقت أن يفوز المجمع البترولي الجزائري على فريق جامعة نورة السعودي. قلت عطفا على الأداء اللي شاهدناه في الدور الأول وكذلك المستويات الفردية والجماعية كفريق، وحاليا ست نقاط مقابل نقطة. نسرين خلوجة مروان بتحصل النقطة رقم ستة، ست نقاط مقابل النقطة حاليا. من جديد نسرين كثير مهم عند فريق جامعة نور السعودي، يحاولوا قد ما فيهم على قدر إمكانياتهم أنه يستقبل الكرة. كرة عم بتكون داخل أرض الملعب، حتى هالكرة تركوها. سبع نقاط مقابل نقطة. هذه نسرين خلوجة اللي بتتابع الإرسالات المتتالية، قلت مفروض يضبوا أكثر، يقاتلوا على كل كرة. ليه لا يقاتلوا على كل كرة، ما فيها خوف على الإطلاق، يلعبوا فولي على قد إمكانياتهم، يحاولوا قد ما فيهم فريق جامعة نورة السعودي. وهنا
الكرة اللي لعبت الميدل بلوكر من أعلى نقطة عند الوقت المستقطع الفني الأول 8 نقاط مقابل نقطة واحدة. وقت مستقطع فني أول. إذن 4 مباريات اليوم الدور ربع نهائي الصفاقسي التونسي. إذن عبر على حساب دي لسال الأردني سبورتينج المصري من جديد. بذكر فاز 3-0 على الأهلي البحريني هنا المجمع البترول الجزائري بطريقه ليفوز 3-0 على فريق جامعة نور السعودي. وبطبيعة الحال هناك اللقاء الأهم والأقوى في الدور الربع النهائي بين نادي الشارقة والوصل. وعم نشاهد الإرسالات المتتالية للاعبات فريق المجمع البترولي سواء دلال مروة عاشور أو حتى نسرين خلوجة مروان هم اللي عم بيحرزوا النقاط تباعا وبشكل متتالي ومحافظين على إرسالهم. بعض اللقطات تأتينا من فريق العمل. أبرز أحداث الشوط الثاني من هالمباراة. الشوط الأول انتهى على نتيجة 25-6 ما في شيء بيفرق 8-1 النتيجة بالشوط الثاني من هالمباراة. دائما الكرة عند نسرين خلوجة. نسرين خلوجة مروان بتعليها بتاخذ الجمب سيرف شوف الاستقبال استقبال متوسط تعود الكرة حترجع سهل عند فريق المجمع البترولي الجزائري. محاولة كرة في مركز ثلاثة محاولة الإسقاط برافو للدفاع مرة أولى برافو برافو معالي لازم نشجعهم لفريق جامعة نورة السعودي. وهنا في إصابة نتمنى كل السلامة للاعبة الميدل بلوكر اللي يبدو تتعرض للإصابة على مستوى الكاحل وإن شاء الله ما تكون مؤثرة. لاعبة رقم 5 تحديدا بفريق المجمع البترولي الجزائري. ليش قلت 5 15 عائشة مزمات لاعبة منتخب الجزائر. عائشة مزمات لعبة الميدل بلوكر إذا تتعرض للإصابة إن شاء الله ما تكون مؤثرة. الجميع بيحيي عائشة وبيتمنى لها السلامة بهذا التصفيق. عائشة مزمات تذهب إلى مقاعد البدلاء. هنا في تبديل دخول اللعبة رقم 9 مكانها تحديدا أحلام عمران. دي أحلام عمران أمامنا 8 نقاط مقابل النقطة. دائما إرسال عند نسرين خلوجة مروان 8-1 النتيجة. نسرين تأتي بالإرسال بنرجع من جديد الكرة والضرب على حائط الصد راح تكون حاضرة حوائط الصد الجزائرية. عم نشاهد الكرة تعود مرة ومرتين والآن نتيجة أصبحت 9-1 عموما مرة مرتين بدون أي حوائط صد لفريق جامعة نورة السعودي. سيليا بوريحان لعبة فريق المجمع البترولي الجزائري بالنقطة رقم 9 9-1 دائما. ارسالات متتاليه لنسرين خلوجه مروان ارسالات متتاليه لنسرين خلوجه مروان وهنا خطا مباشر من احلام عمران. خطا مباشر من احلام عمران كانت كره سهله ممكن تعيدها لملعب فريق جامعه نور السعودي. هي هكذا فعلت لكن طبعا الكره كرتها كانت على الشبك. 2-9 فريق جامعه نور السعودي على الارسال واللاعب رقم 10 بتحصل الايس جانيس ارنايز. جانيس ارنايز عم بتحصل الايس وارسال مباشر 3-9 النتيجه. برافو لارنايز وبرافو للاعبات فريق جامعه نور السعودي. الان بيحاولوا يتطوروا قلت على قد مستواهم وعلى قد امكانياتهم بطبيعه الحال. عموما بنرجع دائما عند الفريق الجزائري 10-3 اصبحت النتيجه. فارق 7 نقاط وقد نرى الآن إرسالات متتالية لفريق المجمع البترولي الجزائري. استقبال أفضل حاليا الكرة تعود برافو للعبة الليبرو بالفريق الجزائري ليندا وويميك أو بويميك عموما نقطة جزائرية. النقطة الجزائرية عم بتكون بهالوقت 11-3 4 مباريات في الدور ربع نهائي منافسات الكرة الطائرة. هنا المباراة الثالثة سبورتينج على الأهلي البحريني 3-0 إلى الدور نصف النهائي. الصفاقسي على دي لاسال الأردني 3-0 إلى الدور نصف النهائي. والمجمع البترولي الجزائري بنفس الطريقة 3 أشواط مقابل لا شيء. نتيجة متوقعة على أداء اللي بنشاهده في مباراة اليوم. 12-3 أصبحت النتيجة الآن. إرسال لفريق المجمع البترولي الجزائري.
تعود دائما عن فريق جامعة نور السعودي محاولات. كرة ترجع سهلة عند الفريق السعودي سهلة. أوه كرة كانت صعبة وضعتها سارة بن حسين. كان ممكن فريق جامعة نور السعودي يقترب أكثر ويذهب نحو الكرة ويحصلها. 14-3 بالوقت اللي بنشاهد فيه شيناز عيادي تأتي بالإرسال والإيس عم بيكون موجود. إرسال مباشر هالإرسالات تأتي متتالية حاليا بشكل متتالي. النقاط المباشرة لفريق المجمع البترولي الجزائري على فريق جامعة نور السعودي. بطل الجزائر ويضم خيرة لاعبيه أو لاعبات المنتخب الجزائري. دائما عودنا هذا الفريق الفائز بألعاب الصالات في الجزائر معودنا يكون كل لاعبي أو معظم لاعبي المنتخب الجزائري على مختلف ألعاب الصالات موجود بفريقه. عموما 16-3 عند الوقت المستقطع الفني الثاني. الجزائريات يوما ما لعبوا بكأس العالم ورح نتحدث عن الجزائريات لكن وعن المنتخب الجزائري لكن بعد الوقت المستقطع. أمام اللاعبات نادي الوصل حكام المباراة. عموما 16-3 كنا في الحديث عن لاعبات المنتخب الجزائري المتواجدات مع فريق المجمع البترولي الجزائري. المنتخب الجزائري مشاهدينا الكرام في آخر تصنيف الاتحاد الدولي تحديدا في شهر سبتمبر 2019 تصنيفه في على مستوى العالم في المركز 30 عالميا. نعم المنتخب الجزائري في المركز 30 عالميا على مستوى السيدات. هذا المنتخب ظهر في الألعاب الأولمبية مرتين 2008 في بكين و2012 في لندن وفي المرتين كان في المركز 11. طبعا نعلم جيدا أنه في الألعاب الأولمبية في منافسات الكرة الطائرة للرجال والسيدات بشارك 12 منتخب عن مختلف قارات العالم. المنتخب الجزائري كان حاضر على القارة الإفريقية وأحرز المركز 11 في بكين 2008 وفي لندن 2012. طبعا هو بطل افريقي المنتخب الجزائري عام 2009. كانت المره الاولى والوحيده للمنتخب الجزائري للسيدات بيربح البطوله الافريقيه. منتخب الجزائر كان حاضر في المباراه النهائيه اربع مرات لكن بال 2009 فقط قدر يكسب ويكون بطل افريقيا مع العلم انه ربحان بطوله ودوره الالعاب الافريقيه ثلاث مرات. هذا ابرز ما يتعلق بالمنتخب الجزائري على مستوى الكره الطائره. أسماء شهدناها في الألعاب الأولمبية عام 2008 زي ليديا علومو، موني عبد الرحيم، زهرة بن سالم، صفية أبو خيمة اللعبة الأشهر، هناك أيضا نوال منصوري، فاطمة زهرة أوكازي، سيليا ماجنانا، سليمة حموش. كل الأسماء الجزائريات الرائعات في الألعاب الأولمبية عام 2008 وشهدناهم حتى نفسهم عام 2012 بطبيعة الحال. نعود المنتخب أو الفريق المجمع البترولي الجزائري يصل إلى النقطة رقم 19-4. الأسماء الجميلة اللي درمت المنتخب الجزائري في بطولات العالم الكوتش مالود إيكابجي، اللي بقي معهم لسنوات طويلة الكوتش مولود. أيضا هذا كل ما يتعلق بالمنتخب الجزائري وكرة الطائرة الجزائرية للسيدات تحديدا. وهذا الفريق السيدات بيحاول هنا في اصطدام وهنا في إصابة للاعبة شيناز عيادي بالقميص رقم 4. تعرضت للإصابة اللاعبة رقم 4. نبقى مع اللاعبة رقم 4 لأنه فعلا عندها إصابة وقد تستبدل الآن تكون ثاني إصابة لفريق المجمع البترولي الجزائري. مهم
مدرب الجزائري انه اليوم لعيباته. شاهدنا طبعا عائشة مزمات بالقميص رقم 15 وحاليا لاعب رقم 4، شيناز عيادي تتعرض للإصابة، لاعبتين بيتعرضوا للإصابة، وهذا رح يكون مؤثر على فريق المجمع البترولي الجزائري، خاصة في الدور نصف نهائي لما لاعبتين من هذا الفريق بيتعرضوا للإصابة. لكن أهم شيء طبعا سلامتهم قبل الرياضة وقبل كل شيء، سلامة اللاعبين وقبل الربح والحديث عن الألقاب. 20-5 فارق ال 15 نقطة، هنا أصبح الفارق 16 نقطة مشاهدي الكرام، 16 نقطة أصبح الفارق. هل بفكر بإصابتين لحقوا بنجمتين الفريق شيناز عيادي أو حتى لعبة الميدل بلوكر عائشة مزمات؟ 21-5 الإرسال الطويل، حاليا 22-5 الأيس عم بيكون حاضر، سيطرة كبيرة لفريق المجمع البترولي الجزائري على المباراة. بالوقت بنشاهد هناك وقت مستقطع لفريق جامعة نورة السعودي، لا ما في وقت مستقطع، هناك تبديل، دخول اللاعب رقم 17 على أرض الملعب رهف علي العياضي بتشكيلة فريق جامعة نورة السعودي. خلينا نشاهد شو راح يعمل، شو راح تعمل في عبد المنعم، مها الحمودي، رحاب الدوسري، رهف الفالح، النهى العمران، الجوهرة فيما تبقى من هالمباراة، واللاعبات اللي بيدخل الفريق جامعة نور السعودي. خروج اللاعب رقم 8 الجوهرة حاليا، دخول اللاعب رقم 4 الرهف أحمد الفالح. 23-5 الشوط الأول انتهى عند 6 نقاط، 25-6 حاليا 23-5، وهنا الإرسال الطويل عم بيكون من أحلام عمران وأحلام ورفيقاتها وزميلاتها بفريق المجمع البترولي الجزائري، بيربحوا الأيس، إرسال مباشر ونقطة من الإرسال. 24-5 نذهب من جديد عند اللاعب رقم 9 أحلام عمران اللي دخلت بديلة للمصابة عائشة مزبات، وراح تكون على إرسال مباشر ولا راح يكون في استقبال للفريق جامعة نور السعودي؟ لا، خطأ على مستوى الإرسال. 6-24 هي النتيجة اللي انتهى عندها الشوط الأول من المباراة، وكأنه الأمور تسير لنشاهد نفس نتيجة الشوط الأول بالوقت اللي فيه لعبة الليبرو بالخميس رقم 17 الليندا بتدخل على أرض الملعب. الشوط ممكن ينتهي الآن مشاهدين الكرام بهذه الكرة، بالفعل ينتهي بهذه الكرة عن طريق زينب بن حامد. 3 أشواط مقابل 20 نتيجة متوقعة، لكن حاليا شوط مقابل أو شوطين مقابل لا شيء، 25-6 25-6 بالشوط الثاني نفس النتيجة، شوط ثالث في الانتظار، لكن فريق العمل بقيادة الزملاء محضرين بعض الهايلايتس واللقطات لأبرز لقطات هذا الشوط، الشوط الثاني، ولنا عودة إن شاء الله لمتابعة أحداث الشوط الثالث من المباراة.
إذن الفريقين صاروا حاضرين على أرض الملعب من جديد. 25-6 نتيجة الشوطين. أول شوطين المجمع البترولي الجزائري بطل الجزائر على حساب فريق جامعة نورة السعودي. مباراة لحساب الدور ربع نهائي لمنافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب العربية أو دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات. بدي أذكر أنها ثالث مباريات الدور ربع نهائي. استطاع فريق الصفاقسي التونسي الفوز على ديلاسان الأردني 3 أشواط مقابل لا شيء. كذلك فعل فريق سبورتينغ المصري وفاز ب3 أشواط مقابل لا شيء على فريق الأهلي البحريني. المجمع البترولي الجزائري بضم خيرة لاعبات المنتخب الجزائري في طريقهن لتحقيق الفوز ب3 أشواط مقابل لا شيء. وهنا أول إرسال في الشوط الثالث لمصلحة فريق جامعة نورة السعودي وبيحققوا الأيس. إرسال مباشر هو أول نقطة. بتذكر بعد هالمباراة راح تكون رابع مباريات الدور ربع نهائي وتجمع نادي الشارقة نادي سيدات الشارقة مع نادي سيدات الوصل. وهنا نقطتين مقابل لا شيء. برافو برافو برافو، نقول برافو. كرة الطائرة السعودية من أهم المدارس بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام. المنتخب السعودي لكرة الطائرة الرجال بطل كبير جدا، حقق العديد من الألقاب الخليجية وكان رقم صعب دائما في البطولات الآسيوية. أندية المملكة العربية السعودية لها باع طويل على مستوى البطولات الخليجية العربية وكذلك الآسيوية. نقطتين مقابل شيء. أسماء كبيرة قدمتها كرة الطائرة السعودية والكرة الطائرة السعودية. نعم مدرسة كبيرة وإلها جمهورها وإلها محبيها، لكن هنا طبعا فريق جامعة نورة السعودي من يمثل كرة الطائرة النسوية هنا من المملكة العربية السعودية. كل التقدير لفريق جامعة نورة السعودي على هالمشاركة. كنت أتحدث عن الجزائريات أيضا في الشوط الثاني، قلت الجزائريات المصنفات رقم 30 عالميا برانكينج الاتحاد الدولي. جزائريات بطلات للألعاب الإفريقية 3 مرات الأفريكان جيمز، وكمان ربحانين المنتخب الجزائري بطولة إفريقيا مرة واحدة بتاريخهم، لأنه في فرق بين دورة الألعاب الإفريقية أو بطولة إفريقيا. هم ربحانين دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات وبطولة إفريقيا مرة واحدة، مع العلم أنه وصلوا للمباراة النهائية 4 مرات. هذا الفريق الذي مثل العرب في الألعاب الأولمبية عام 2008 و2012 في بكين ولندن بطبيعة الحال. عموما المجمع البترول الجزائري في الجيل الجديد بلاعبات يلعبنا لحساب المنتخب. وهنا نقطة جزائرية عن طريق نسرين. نسرين عم بتحقق نسرين خلوجة بالقميص رقم 11 لاعبة الميدل بلوكر. النقطة رقم 4-4-2 نتيجة. بطلات الجزائر الآن متواجدات بشكل كبير في الدور النصف النهائي 2-0 حاليا. المباراة تسير من طرف واحد 3 نقاط متتالية. شاهدنا نتيجة تعادل 2-2 ثم الآن الليد 3 نقاط دون رد. وبيحاول فريق المجمع البترولي عن طريق لعبته فهيمة إبراهيمي. إبراهيمي تأتي بإرسال طويل لفهيمة إلى خارج أرض الملعب. 3-5 النتيجة حاليا. 3 نقاط مقابل 5 النتيجة. شوطين مقابل لا شيء وثلاث نقاط مقابل 5. إرسال طويل هنا استقبال عند ليبرو الفريق الجزائري. ليندا الأتاك عم بيكون حاضر والهجوم كان من دلال مروى عاشور. تعود شوف فريق جامعة نور السعودي عم بيقاتل على كل كرة على قدر إمكانياته، لكن هنا كانت الكرة خلف حوائط الصد وفريق المجمع البترولي الجزائري عم بيربح هذه النقطة 6-3. البروفا الأخيرة بالنسبة لفريق المجمع البترولي الجزائري ليكون حاضر في الدور نصف النهائي. نعم البروفا الأخيرة إن صح التعبير ليكون في لتحضير لمواجهة الدور نصف النهائي. 7-3 النتيجة فارق ال4 نقاط. شوطين مقابل لا شيء. بعد هالمباراة سيدات نادي الشارقة مع سيدات نادي الوصل في أقوى مباريات الدور ربع نهائي. كرة ضائعة بتضيع الكرة على فريق المجمع البترول الجزائري على إرسال لاعب رقم 2 كوهينا شطوط. وهينا شطوط أضاعت الكرة. عموما 7-3 استقبال دائما عند ليندا. الهجوم تعود. برافو لفريق جامعة نور السعودي بهالاستقبال. شوف الآن تحسنوا بهذا الشوط، تحسنوا بهذا الشوط. الفارق على 3 نقاط 7-4 الأتاك. برافو للدفاع، برافو للدفاع، دفاع ممتاز. هنا محاولة فيها لمس للشبكة أعتقد، فيها لمس للشبكة واضح.
على الجوهرة وليد، الجوهرة وليد لمس الشبك 8-4 النتيجة عند الوقت المستقطع الفني الأول في الشوط الثالث. هنا طبعا بعض اللقطات اللي عم نشاهدها مشاهدينا الكرام. إذن سرينا على أرض الملعب من جديد، فارق الأربع نقاط عند الوقت المستقطع الفني الأول، والإرسال عم بيكون عند دلال. دلال عاشور بتعلي الكرة، بتأخذ الجمب سيرف دلال، كرتها لمست الشبك لكن بتحصل الإيس. قلت يفترض على العباد فريق جامعة مروة السعودي، هنا شذا العويضي، شذا عبد الإله العويضي كان مفروض تتمركز، اللاعبات مفروض ينزلوا قليلا ويحاولوا يحصلوا الكرة. عموما الكرة ضائعة على الإرسال، تضيع الكرة من دلال عاشور، هذه دلال أحرزت إيس، ضيعت الإرسال. الفارق فارق الأربع نقاط حاليا، فريق مجمع البترولي عم بيستقبل الكرة بطريقة خاطئة، والإيس عم بيكون لفريق جامعة نورة السعودي اللي عم بيبدو بيلعبوا بأفضل حالاتهم بالشوط الثالث، يعني هي أفضل أداء لهم. أتحدث بالأرقام، الشوط الأول انتهى 25-6، الشوط الثاني 25-6، نحن عند النقطة 6 والمجمع البترولي الجزائري عند النقطة 9. يعني رح يكون هذا أفضل شوط لهم على مستوى تسجيل النقاط، لكن ما بيمنع أن الفريق الجزائري عن طريق نسرين ممكن يسيطر، خاصة أنه نسرين لعبة متفوقة بالقميص رقم 11 اللي بنشاهدها أمامنا، متفوقة بالإرسال، نسرين متفوقة جدا. هنا لمسة أولى حلوة، الثانية رح ترجع سهلة للكرة، وين الكرة إلى خارج أرض الملعب. نسرين من جديد، إذا الإرسال المباشر من نسرين خلوجة 12-6 أصبحت النتيجة، فارق 6 نقاط. نسرين خلوجة من جديد على الإرسال، نسرين خلوجة أيضا، برافو الآن، برافو لفريق جامعة نورة السعودي، بحصل النقطة السابعة، وهي أول مرة بالمباراة بيتجاوزوا هذه النقطة، أول مرة بالمباراة بيتجاوزوا حاجز الست نقاط. الآن سجلوا نقطتهم السابعة بعد خسارة الشوط الأول 25-6 والشوط الثاني 25-6، وحاليا عم بيكونوا على الإرسال عن طريق الجوهرة وليد. الجوهرة وليد هي كابتن فريق جامعة نورة السعودي، هنا محاولة في لمس للشبك الآن، قلت منتخب المملكة العربية السعودية مشاهدي الكرام على مستوى الرجال من أهم المنتخبات العربية والخليجية والآسيوية، وتاريخ كبير الكرة الطائرة هناك في المملكة، ما بيمنع أنه هذا الفريق فريق الجامعة بيمثل الكرة الطائرة للسيدات في هالبطولة، بيكون حاضر في المنافسات وفي دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بطبيعة الحال. عموما 13-8 فارق الخمس نقاط، دائما عند فريق جامعة نورة عم نشاهد الطريقة اللي عم بتكون فيها الإرسال، تحرز فيها الإيس، إرسال مباشر، والله إرسال حلو، إرسال جميل عم نشاهده، يا ريت نشاهدها على الإعادة، الطريقة اللي بترسل فيها هي قد تكون أغرب طريقة ترسل فيها، عم نشاهد هي رح تعيدها بنفسها على المباشر، لكن شاهدوا هالطريقة لفريق جامعة نورة السعودي. عموما 9-14 تبديلات عم نشاهدها بفريق المجمع البترولي الجزائري، دخول اللاعب رقم 6 أسماء جبار على أرض الملعب، خروج اللاعب رقم 3 زينب بن حامد، هنا أحلام عمران تأتي بإرسال طويل، أحلام
استقبال مميز، كرة أولى ثانية ثالثة بترجع سهلة عند الفريق الجزائري، دوران خلف المعدة ثم الكرة ساحقة، كرة ساحقة لا تصد لا ترد بطبيعة الحال. اللاعب رقم 12 فهيمة إبراهيمي ودوران خلف المعدة وبتحصل النقطة. 15-9 رح نروح عند الوقت المستقطع الفني الثاني. 16-9 يبدو، 16-9 يبدو عند الوقت المستقطع الفني الثاني. لا رح ترجع من جديد عند ملعب فريق المجمع البترول الجزائري، عنده فرصة عند 16-9 16-9 والكرة بالفعل 16-9 ودلال عاشور وزميلاته من فريق المجمع البترولي الجزائري بيقتربنا أكثر وأكثر طبعا للمباراة نصف النهائية كما هو متوقع بطبيعة الحال على حساب فريق جامعة نورة السعيد. لحظات ورح نكون مع استئناف هذا اللقاء بعد الوقت المستقطع الفني الثاني. جانب طبعا من الجماهير اللي عم تحضر، المتابعين المهتمين المختصين، شاهدنا الحكام الإداريين داخل أرض الملعب. 16-9 واللاعب رقم 9 أحلام عمران بتتابع الإرسالات. هذه اللاعب رقم 9 قلته عام 2009 إذا المنتخب الجزائري يربح المرة الوحيدة له بطولة إفريقيا للمنتخبات. هنا النقطة تأتي، لكن إمتى ربح المنتخب الجزائري بطولة إفريقيا للمنتخبات؟ بعد مشاركتهم بالألعاب الأولمبية في بكين عام 2008 أخذوا خبرات كبيرة باحتلالهم المركز 11، وبعد ذلك بال 2009 في مدينة البوليدة الجزائرية وقتها الجزائر استضافت بطولة إفريقيا في مدينة البوليدة وقدر المنتخب الجزائري يربح البطولة الإفريقية وقتها بتجميع النقاط، وكان وقتها المنتخب الجزائري في المركز الأول، تونس كانت في المركز الثاني، الكاميرون في المركز الثالث، السنغال في المركز الرابع، بوتسوانا في المركز الخامس، والمنتخب المغربي للسيدات كان في المركز السادس. عموما دورة الألعاب الإفريقية عام 1978 أيضا استضافتها الجزائر، قدر المنتخب الجزائري للسيدات الكرة الطائرة يربحها. الأفريكان جيمز أو دورة الألعاب الإفريقية عام 2007 كذلك الجزائر استضافتها وقدر يربحها، وعام 2011 بطبيعة الحال قدر المنتخب الجزائري يربح ثالث ألقابه على مستوى دورة الألعاب الإفريقية 19-10. عموما 19-10 في الشوط الثالث من هالمباراة. المنتخب الجزائري مصنف رقم 30 عالميا اللي بضم خيرة لاعبات المجمع البترولي الجزائري. حاليا الفارق 9 نقاط رايحين لفرق 10 نقاط فريق جامعة نورة السعودي. بدنا نحييه طبعا على مشاركته في هذه البطولة ووصوله للدور الربع النهائي ليقابل أول المجموعة أول مجموعته، لكن الأمور تذهب لمصلحة المجمع البترولي الجزائري بفارق 10 نقاط. استقبال متوسط، بنرجع كرة أولى ثانية راح ترجع عند الفريق الجزائري. ممكن نشاهد لاعب رقم 11 الآن على تاك، لا لاعب رقم 18 دلال عاشور بتحرز هالنقطة. دلال تنويع على مستوى الإعداد بالنسبة للفريق الجزائري، حلول كثيرة في ظل أنه الكرة توصل سهلة لملعبهم، ولذلك ما يسمى بالتشانس بول أو بالكاونتر أتاك أو الكرة العائدة من ملعب فريق جامعة نورة السعودي بتكون سهلة، لذلك ما راح تكون أي إشكالية عند معدات الفريق الجزائري أو اللاعبين أو اللاعبات في مركز الإعداد ليوظفوا زميلاتهم بطريقة ممتازة. هنا فهيمة إبراهيمي 22-10 فهيمة بتعليها بتأخذ الجمب سيرف. فهيمة استقبال جيد لفريق جامعة نور السعودي حاليا، وهنا نقطة لا دفاع جزائري. واو شو حلوة هالكرة، روعة هالكرة، ممتاز نسرين، ممتاز نسرين، ذكية كتير هالكرة باللمس الثاني. لو شاهدناها على الإعادة
راح نشاهد جميع لاعبات فريق جامعة نور السعودي ما توقعوا هذه الكرة، ما حدا توقع اللمسة الثانية للاعب نسرين بالقميص رقم 11 نسيخة الأوجة. عموما في حاليا وقت مستقطع عم بينطلب، 23-10 النتيجة. طبعا للي بيستفسر على لو شو هدف وقت المستقطع حاليا، مهم كثير للكوتش، الكوتش اصلا فريق جامعة نور السعودي عم بيحاول يعلم لاعباته، ما راح يفيده كثير هالتايم اوت تحديدا، لكن هو بهمه كثير انه هالبطولة اللي عم بيشارك فيها فريق جامعة نور السعودي يكون تعليم له، تعليم للفريق، وهذا طبعا شيء من حقه، لكن اكيد ما راح يفيد شيء الفريق حاليا كنتيجه المباراه، لكن نتكلم على اللونج ران او نتكلم بالنسبه للمستقبل بطبيعه الحال لهذا الفريق لاول مره بهذا الشوط بيعدي لحاجز العشر نقاط، بعد ما شاهدنا بالشوط الاول 6 نقاط، الشوط الثاني 6 نقاط، حاليا 10 نقاط في الشوط. عموما الثالث ماتش بوينت، نقطه المباراه فريق جامعة نورة السعودي أمام مواجهة لفريق المجمع البترول الجزائري، تبتسم لفريق المجمع البترول الجزائري أخيرا وبواقع 3 أشواط مقابل لا شيء، 25-6 25-6 25-10، ليكون فريق المجمع البترولي ثالث فريق بيوصل للفاينل فور. الصفاقسي التونسي على حساب دي لاسال الأردني، السبورتينج المصري على حساب الأهلي البحريني، وحاليا عم بيوصل مجمع البترول الجزائري، وعلى حساب مين؟ على حساب جامعة نورة السعودي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، بدي أذكركم مباراة سيدات الشارقة مع سيدات الوصل راح تكون حاضرة إن شاء الله بعد أقل من 20 أو 25 دقيقة من الآن، والآن الزميل خالد الحمادي الحديث أكثر عن هالمباريات والمباراة المقبلة، تفضل لك الكلمة.